وقل رب زدني علما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحين كنا احترنا يا أبواب صلاة الجمعة باب كساب صلاة صلاة الجمعة باب كوباد وحكساب صلاة باب التقليد في تركها صلاة الجمعة كتجستي تسأل الوقت كيي النبي عليه الصلاة والسلام وحشاقين وكهمين وقرياك وسوقبه رقى صلاة الجمعة كهرية وعكل رسولك عليه الصلاة والسلام وشاقي رقى صلاة الجمعة كهرية أرنك نوع سيع هديسته إن إلهي وكو عقابة يقلوبته دين الضبالة وهي كم من نقنيان من الغافلين صدح جمعة قفك كتغى وهسي أوقي وقتغى عذر دار الآن طبع الله على قلبه باب كحقة على من تجب عليه ومن لا تجب صلاة الجمعة هي واجب كتهاي يا سياني واجب كواهاي وحلقة الله يا قفك كبحسن قريدة أمام قالة صلاة الجمعة لقد كنيه هذه قفك مقالة ودقين يا هاي أما تولد الجمعة لقدت كان أيوه وجبت عليه الجمعة تسمع النداء أم لا أذان كهام مغلى أميان ومغلين صلاة الجمعة واجب بيكوتي هذه السماء قال هذا سوء كبحسن يا هاي صلاة الجمعة واجب مكوتها ومحل خلاف أكثر أهل العلم نوحي كنت جاينا العلم قبضاً كودو صلاة الجمعة إنه واجب كتهاي هديو أدوية هاي مقالة وحانا اسكو خلافين حد القربي قور ما لأوران كرا مقالة أدوية هاي العلم يقار كود كشافعي وأحمد وحيرادين مر هديو دقية هاي ميلا هذان كلاقا مقلي كرو مر كتشوي قوية هاي معتدل لحد حاد مر كوية هاي قفك هذان مينا هذان كيسوية هاي مصوت كيسو لحد حاد صلاة الجمعة عين يمادى يا واجب قوة لحديث عبد الله بن عمرو الجمعة على من سمع النداء يا إنما الجمعة على من سمع النداء حديث كاسو عين نريه الصواب فيه والوقف على عبد الله بن عمر وهذا الكي عبد الله بن عمر سدد الإمام أبو داود مركو سننتي سكوريي رواه جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة موقوف كلفتي سنوى ضعيف في سنده رجلان مجهولان لبن ومجهول لقرن هين با سند كيس كتيرة وحاسين قفلا ومعناه تلمامي تلمانتي آية قرآنك ويا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ومعنى يدو يهي هذه الجمعية الله يهدامو آذان كأدم قشان أما آذان كميلو ينكسو قاري كرات جوكتان فاسعوا إلى ذكر الله ولما قاركونا مصافي كحديين وحي الشيخين قاركود ميل قاركودنا كبدا وأنا يسود وينو مسافة ده سواء مسافة ده أنت بدن هذا إنك لقى مغلي كره العلم يقار كود واحد هذين هدي ودقية هاي ميل مقالة ده كب أحسن أو كوه ينكره ركوا مقالة ده كتقه جمعاء إنه يمادى واجب كوا وأنا قولك عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان صحيح لكن قول الجمهور آه الوحدة هي مقل كأذانك أي حق بدن للآية آية داوود حديث طارق بن الشهاب ومرسل الصحابي سنوح الشاقي شمعوه إنا نؤفر ضد كم دواتي بكوهين وأدومها الدمرك عرور تانقان قارين إيضادك حنوصان أيا يعني إيمان كارين مساجدك أما بس كده دي عليس إير دباتك لكل ما يهد دي سيرادان مساجدك التقال
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحويني ألا هو ياي هل عسى أحدكم متكين من لقيا بأن يتخذ إن وصميستو الصبة حينتا من الغنم حال حينتا سأريا كمتا حين أريا إن وصميستو واحد هذا والعشرون إلى الأربعين من الغنم والله باتني لا فرتن كاريغا إذا هالنقدان أمرية هالنقدان قيل ما بين الستين إلى السبعين لحدن إلا تضوات النوال ليلي وركال الجماعة من الناس ناء الصب والي هذا لكن هالكوحة لوغة تشيدا ساحق الدم بدأ كم وقتا حولها النول بال لوغة تشيدا على رأس ميل 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 شرطة وقصة ما يستوى دم مقالة دي وشرطة أو ميلين أما الله بميل وفي التعذر وحاد كاري عليه السقا وحكوات كاري الكلا وداقي وهالكي ودقناي مقالة دي وصور دوي دي ميل كي لبدا ميل وشرطة أيا نقونا يساء أبار أما ميلان داق لهين فيرتفع وصيفه قانية أي ابتعد سو داق حوليس اوغور راديو ثم تجيو وحي من اسال جمعة صلاة جمعة وقت قيدي با لقاريه فلا يجيو امن مايه ولا يشهدها كنسو قيب قلي مايه وتجيو وحي من اسال جمعة جمعة كلو فلا يشهدها امن مايه وتجيو وحي من اسال جمعة جمعة صدحادو فلا يشهدها امن مايه حتى يطبع الله تعالى الا الهي اموريه وأضبول على قلبه قلب جيس رواه ابن ماجه مرجع حديثك هو حديث ضعيف سليمان معدي ابن سليمان يا سند كيس كتيرة وضعيفة لكن معناه التلمامي ومعنى حديث تيوري التلمانتي وأقفك صدح شبعك هرة الدنيا وكم مشغولي أما وهسي أوجي وقهرة إن إلهي سبحانه وتعالى قلبي جيسا ودبولي حديث كوحو لي رقلين يا صلاة الجمعة إلا يماد وقف كاني كمشقول مشقول وكمشقولي مالكي سيحوليس سيدة إلهي ولي يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون مالكين يا أولادي إنه يعني إذا كتشيدين إلهي سبحانه وتعالى حسوسنا أنت إلهي يحسك إلهي ذات زاي عشان أكو خسارة بتكم إذا هارس وعكلو حديث كلو دل الشيء مثل دي هاي تقف كبلد ككب أحسن إن صلاة الجمعة واجب كطهاي مرادو أشير مسافر دو آذانك أو كمغلي كره وفكوا لحولي صداق الرادية إيو هؤلاء كلا أدو يعذر دار إن أنا يهين صلاة الجمعة الله قهري كره وعن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهم قال وحويني بعث وادر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة أيودر في سرية عيدا سقوكو لحجرة سرية دواء قيب ير عيدا كجود عيدا وينها كم ذا وهو الجلجوني الله دره مركوا أنوق وكله فوافق وحى وافق ذلك أرن كاسد درست على الدرا يوم الجمعة مالن جمعة قال وحرف تقدم ويهر مرين أصحابه رجعي هيدنا إسراعان وهراء قب حين مقالة دي مدينة وقال وحده عبد الله بن رواحة أتخلف وأن كدم بيني فأصلي وأن تكري مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال لا تكري الجمعة ثم الحق مدبتنا وقاري يا وأن كدم تقيه صاب تاسوق صهر إن الجمعة قال لا تكري رسولك كدمنا وكدمته قال فلما صلى أمرك تكري رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة
راهو أركي عبد الله بن رواحي ودريو مساجد كي دحت شوغايو أركي. فقال وحري ما منعك محاكو ديدي أن تغدو إناتك اللحظة مع أصحابك أصحاب تادين لك اللحظة الرعضة. فقال وحري أردت وحان دونين وصلي إن أنت كذا معك أدق إن أن كلت كذا الجمعة ثم ألحقهم دبتنا وانها ليلية انت دبتنا كدبتكية. قال وحري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت أداد بحين لهيد ما في الأرض وحد لك يا لا جميعا سقى أردن ودله الدراد وبحل ذات صدقة صلايد ما أدركت ما ظهر الشير وما أتقادين غدوتهم كليتان كودس وأشرك كليتان كإجهاد وكلهين يعمل ونكسر كيلين وحد بحسي أردن يكون قويين. رواه أحمد والترمذي. وقال الشعبة وحير لم يسمع الحكم حكم من مقل من مقسم مقسم كما مقل إلا خمسة حديث شر حديث مؤيان وعدها شنتب تريي وليس هذا الحديث حديث كريم معها فيما عده شنت حديث تريي ولو كم مقلي بتكون احتراء وكم مدى معها مركام عنيد وحوي الحديث كوا منقطع سند كيسا كالقعان والحكم بمقسم كورين حديثه كما قلينا كما تيرون شعبنا وإمام وأمير المؤمنين في الحديث علك لنا ولي الحجاج بن أرطى وضعيفة ولب مدلسة وعن كورين أي سنة كيسة كتيرا برقى حديثك وضعيف نبي عليه الصلاة والسلام كم وصقنان لكن مسألة أكهد لي حديثكم ومسألة كصابصا ترتيب الأولويات عند تعارض المصالح وحيابها مصلحة وناقة مركا اسكهري مادان لو دفلين كرين إن سيدا أكل مديهين لو أكل عرنسي سيدا أكل واجب سيهين وحال عرنسينا يا واجب يصنها دي سكوري مادان والصمين كان دي واجب كال عرنسينا ويدي واب واجب يصوح لقمت تيكرا الصنانة ولقمت تيكرا. وإذا تعارضت الواجبات قدما أوجبها واجباتك هذه سكوري ما دانك أواجب سنبع الهور مرينيا حيابك للوك الرجحان ويتيران واجب وقت جيسو كسوغ يو واجب وقت جيسو بحي كوقت جيسو بحي الهور مرينيا واجب بدل له واجبان بدل لهينو هدي وكدافة سيدا كوسيغي واجب كان بدل كلاهين بالهور مرينيا هلك هو صلاة الجمعة هي الجهاد الغزو الجهاد بأهم هي مهم سن وايو ده وقت قاسي وقت الجمعة واجبين مباهين با قبل الزوال انت وقت الجمعة لقارب بهين با وطلبات جمعو بدل بولي هاي وغفك يدي ورافة دهر بوتو كنكرا لكن دي جهاد كي بدل مالها مسألة كلاية هل كان كتير تاوحي تهاي ما حكم السفر في يوم الجمعة مال انك جمعها مال صفر كرا بعد الزوال قفك مركا وقت جيت شمعو أصو قلو ساسيرا الجمهور لكن واحد لو تشيدا يو علماء قاركود يكو قيدان وسمع النداء قد وقت جيت صو قلي لكن ولي لا إعدام ولي شمعو كمو واتب واتب وحا قفك إنا ربح صفركم بنانا لأن شمعي باكو واتبي
وإن أصعياء واجبت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. حديث أول وقت جمعة أنو سوقل ومحل خلاف بين أهل العلم. العلم هو أسكو خلافان ما لا صفر كرام صلى ما صفر كرام. العلم يقار كود وحي لين مرة دي مالك الجمعة واجي سبريبا لما بس صفر كرام. حديثنا ودري شدان أنا أنصحن حديث ابن عمر باكمي من سافر يوم الجمعة دعت عليه الملائكة وألا يصحب في سفره. قف كمالك الجمعة سفر ملائكتها بارتوحي كوها باران إن السفر كيسا دحدي صلى إلالين ملائكة حفدي لهيد خير كالصواب وقلنا قول الله هيدنا للراعين إنه الله يعسنة كيسا كتيرا وليبا علوين كلنا واليه. حديث ضعيف آل ضعيف وليبا. وحلم إذا حديث أبي هريرة من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه ألا يصاحب في سفري ولا تقضى له حاجة. وفي كمالك الجمعة صفر الله بعد ملك إلا الصعداء أيها بارا وهيكو أباران إن الله راعن حاجدي سيدنتي سنئنا لقدين. وحسنت كيسة كتيرا الحسين بن علوان وإماذا قال كودا يتلمامين إنه كذاب بين علوها. الإمام الذهبي نكتب كيسة ميزان الاعتدال حديث كانوا كل شيء وحاولوا شيء أنه مما كذب فيه على مالك. حديث إمام مالك كب بين أبورتين وكميديا فحديث أسي كالضيرين السمالك الشمعين للصفر وحديثه ضعيف ولم يثبت في ذلك الشيء. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كسبنا ضيو مسألة ذاكو صاحب سني متشره. مقابل كوحة ترتاء الرماية علمت أدلي الشدين مالك الجمعين للصفر كرو وكم إذا حديث كأبو داود كتاب كيسة مراسيشة وكو قري ابن أبي شيبة في مصنفه عن الزهري أنه أراد أن يسافر يوم الجمعة قال أنتم عابوا الدونين وصفر الزهري والتابعي سين وقرين ضحوة برقة. فقيل له في ذلك أرن كاسالة قال هذا اللي هو الجمعة حق هذا الصفر فقال إن النبي سافر يوم الجمعة. النبي قال أنتم عابوا الصفر يبوري دوانا ومرسلة وقرين وزوري وتابعي يبقى النبي عليه الصلاة والسلام وتيري وكوري. لكن واحد نقول في لان أصل كوينو يهي بوفك السفر كوينو أبنائي يهي مرة دارو كل ضيعها هين حق حقوق دي إلهي كميدة حق خلقها كميدة بوفك أن حق ضيع ما يودي الصلاة دموي واتشين بتشمعوه مرة دارو وقت جيدي بقى لقارب صحابة دارو وكسقنا طي إلا الصفر كرو مالك الجمعة مرة ده وقت جيت جمعة لقارن. وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه أبصر وحار كي رجولا ننكاسوا عليها تصفر هم قاد كي صفر كو كم موقضو وسمعوا مقلا يقول يساقوا له لولا أن اليوم هديان مالك يوم جمعة مالك جمعة هين لخرجت وان بحلة وان صفر لها صفر ساكلة ديار بانقواها مالين كنبا تشبعا ويقعليني. وقال عمر وحوري اخرج بح ودنت هذا وبح فإن الجمعة محايا لي مالين كتشمعوه لا تحبس عن صفر متصفر قفك كور استاقس وكعليني سماء. رواه الشافعي في مسنده وانا اثر صحيح وي شافعي سوين أقنا هين النووي رحمه الله تعالى على صعو عندنا تحريمه أما أنه قد وقتك تشمعه سوقله أما طيب هو بل اسكوها فقصي حتى دان وقتك تشمعه سوقلين إلا الصفراء صفر وطاعها النقضاء أما صفر مباحها النقضينان وبنانين أيوم عتمد الكوشي يا النووي رحمه الله تعالى. لكن سيد الصواب شو حوي وقتك تشمعه دو سوقله قفك تشمعه كواتي بما صفر كارو هدانو سوق قالينا مالك وتشمعا بها النقضي ويسك الصفر كرا.
باب انعقاد الجمعة الجمعة قنتن كيسي بأبابي بأربعين أفرتن وكو قنتمه وإقامتها بأبابي هاي أوغست الجمعة لأوغو في القرى تولوين كاللو أوغو ميلان مقالوين كواوين أنا هين ولا ما مسألو ترى انتالك مارك الله يلا أي صلاة الجمعة حرميسا مسألة اللبات مقالوين كقران تولوين يديغانده ددكو اي دغان يهين صالان دولك بيها لو كاله جمعة ما لو توكن كرا انا عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان وحوا قائد ابيه ابيه هجي سوها بعدما ذهب مركو تغي كدي بصر وارجيسو ابي مركو اندبيلي كدي انا ابيه انا انت لو شيغي دي قف ابي كاغ دوبو اها انا ابيه كعب رضي الله عنهما أنه كان وحوها كعب إذا سمع مركو مغلاء النداء آذانك يوم الجمعة ترحم وحو الدعين كلي لأسعد ابن الزرارة قال وحو فقلت له وحنكور وأصحابي أنصاري أبوها أسعد ابن الزرارة فقلت له وحنكور إذا سمعت مركض مقشاء النداء آذانك ترحمت وحد الدعيسة لأسعد ابن الزرارة وعن رحمة إلهي ويديسة أسعد ابن الزرارة قال وحر لأنه أول من قفك أهريب وها جمع بنا جمعنا أوغي في هزم النبيت النبيت قدن كيدة ومن حرة بني بياضة هزم النبيت كاسو قشة أما الشيل مدو درير بنو بياضة كيالة في نقيع وإسم مكان يقال له لذا نقيع الخضيمات الكاسو صلاة الجمعة نوغي وميلي مركز دقين قلت له حنكوري كم كنتم إمي صلاة يوم إذن مالك قال وحر أربعون رجلنا فرطا نباروين رواه أبو داود وابن ماجة وقال فيه كان وحا أول من صلى كيت كذي بنا أنقن التكيي صلاة الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي كسو قال من مكة مكة وسند الحديث حسن سند كحديثك وحسن مركوبات حديث كان وحلو دليل شدي إن صلاة الجمعة اللي قلت كان كرا القرى تولوي كإن اللي قلت كان كرا حديث كابن عباس سو صعده بخاري ورينا والله مت حديث كامر كانوا قارنين ان شاء الله بس هذا هلكا كغا هذا الدونا او المصر مقاله وينو سوق ايو قرصوره ياله جمعه شرد وما بس هذا لباد واحد اللي شدي علماء يري الجمعه لا تنعقد الا بأربعين من اهلها أفرتن ذاتك يا يكوا تبتي كم إذا مو يعني عيد كلات شمعة وحرمي ميسو وين أفرتن كاله يلا أنا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد سأودر إن شدينا وحوي وحي ليهين شمعها إن عدد لو شرطيه ولا إسكوافق أجمعت الأمة على اشتراطي العدد في صلاة الجمعة ترى أيها الربا مركا دي ترى دا سوى تيه وإن لها يلو ترى ودليل شاقي دي ترى ودليل شاقي أفرطن كاير إنما جلتو دليل تلمامي أفرطن كاير جمعة إن أحر ميو كقودية النبي عليه الصلاة والسلام يا صحابة طونا أفرتن كير أو جمعتو كذي لما شيئين رسولكم عليه الصلاة والسلام يحر يصلوا كما رأيتموني أصلي وكا أفرتن كحديث كان وشيئين كير مرة دال الشيئين أفرتن كاسا انت ويرا الله بار لكن العلم قال أفرطن جمعة لو مشر ديو وكتشوا بينا وحي نادين حديث كان مو أوران
ilaa afarta la gaadho jumce ma guntamayo ma xidhmayo. afartan qof oo meel joogay oo dee jumce tukadeen buu sheegay, yaa yidhi hadday ka yaraan lahaayeen may tukadeen. saxaabigu qisun buu ka warramay soomaa dhacda soo martay, halkaasuu hebel jumce nagu tukiyey, xataa isagu tirada marka hore maba sheegin ba ibtidaan bilow ahaan. imisaad ahaydeen markii la yidhi ayuun buu yidhi afartan baabah. marka waaqicatu cayn weeye oo dhacdo markaa dee taariikhda soo martay uun, laakiin wax ka warramaya ama caddaynaya cadadka iyo tirada jumce uu ku guntamaya ma aha. waqaa'ib alacyaan laa yuxtaju biha cala alcumuum, dhacdo mar dhacday lagama dhigi karo daliil caama. lama odhan karo mar hadday maalinta halka ay ku tukadeen afartan ay ahaayeen, afartan ka yar jumce uma xidhmayo lama odhan karo dee. taa nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu afartan ka yar jumce kumay tukan. taa waxay isdiidayaan oo ka hor imanaya xadiidka jaabir inoo soo socdaaye, markii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya laga tegey dee 12 baa kusoo hadhay, muu odhan nebigu afartankii baynu ka yaraanay kala dareera oo jumce inoo xidhmi maayeen. taasaad diideysa. axaadiidta markaa ku cad in afartan uun jumcuhu ku guntamaya xadiidu jaabir baa ka mida Daarqutni iyo Bayhaqi ay wariyeen, fii kulli 40 famaa fowqaha jumucatun waadxaa wa fitrun, afartan iyo ka badan baa jumce lagu leeyahay iyo salaatulciid. waa xadiid daciifa weeye, cabdilcasiis ibnu cabdiraxmaan baa sanadkiisa ku jira, ضعفه هو ضعف أدق ضعيف جدا. وإمام أحمد حويري أضرب على حديثي اضرب على حديثي فإنها كذب أو موضوعة، مسح حديثي وبين أما واصميس وهي حتى بيهقيو شافعية أدري شتكم إذا، لكن سقوا أهل الحديث وحويري هذا الحديث لا يحتج بمثله، حديث كان وكلامي للدليل هذا معها. والغريب إنه بيهقي مسألة أفرتن كتشمعا كصاب سن أدري شدي حديث عبد الله بن مسعود ورانا يا جماعة رسول الله وكنت آخر من أتاه ونحن 40 رجلا، وقال إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم. حديث أن شمعا بك عبد الله نبي عليه الصلاة والسلام مروا صحابة سيسوية يا ريو سوء بشاري أفرتن يسوي ما الدين intii markaa ay sutiba afartan ay noqoto ayuu u deliishaday jumcaha in afartan loo shardiyo. ilaa uu yidhi Suyuuti raximahu llahu tacaala isagoo tacaqubaya hadalkiisa tacliiqinaya, wa iraadu lbayhaqi lihada alxadiith aqwa dliil cala anahu lam yajid min alxadiithi ma yadulu lilmas'alati sariixa, xadiidan jumcaba ku saabsanayna nebigoo saxaabada u yeedhay si uu ugu bushaareeyo oo afartan isu yimaadeen ku saabsan deliishiga uu bayhaqi deliishaday wuxuu tusinayaa buu yidhi in jumca afartan loo shardiyo daliil ku cad inuu waayey. dabeetana daliil kaloo afartan uu sheegaya hawl kale ba isugu yimi uu deliishaday. masale markaa khilaafkeedu aada buu u badan yahay tirada jumcu ku guntamayo. xaafid ibnu xaajar kitaabkiisa fatxulbaariga 15 qowl ama madhab buu ku sheegaa, qaarkood yidhaha qofka quraabay ka ansaxaysaa kelida kelidii yahay jumca waa inuu tukado. لكن هو قول ضعيف كاسي وآيات كي حديث هو التلمامين جمعين وجمع باهي العلم يقار كودنا وحي لدينا لبا لبا قف دي لبا الله يلا مدنا أخذ بدي مدنا أدق يستبيه جمعي ولا الربا تابعين تقار كود بكتي إبراهيم يزيد نخع وكمدي يعلي يوم بدنا متاخرين شوكاني إيو صنعاني صاحب السبل السلام شيخ الألباني وشيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي جماعة بالرويدة هذا لابدنا وجماعة. والنبي صام ورن حديث كي طارق سين وصامرتي الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، واثنان جماعة لابدنا وجماعة ما ردي جماعة الله يلي جمعي والربا. العلم يقاركون نوحي لأن إمام كي اللبا
مذهبك أوزاعي أي كتجين أبو ثور إياه النووي شرح المهذب كمجموعة وكل شيء علماء متأخرين أي دورتين الشيخ ابن باس يبن العثيمين صدح باكو في لميلين وعارد الحديث كثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا كان قد استحوذ عليهم الشيطان لكن حديث كأبو داود باورياء صايب ابن حبيش باسنة كيسا كتيرو مجهول الحالة مركا الله بها الدين لا يلوى خلاص سراجي حالة بقف الدين لا يلوى إلا تشبعته كذان وميشي يقول كليدو الدقنة مدد كلا الدقنة ذلك لواء موائن أقوال كلاب بضان إنا واجرتها يدو عن دليل صحيحة ما الصريحة عن اللهين وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أول جمعة جمعوه الرية جمعة إلا تكذي بعد جمعة جمعة بدي جمعة لقد تكذي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بيك العضي رير عبد القيس مساجد كودي بجواثة ماشى جواثة لإرادة قرية جواثة لإرادة كيالي ومن البحرين كميدة جواثة وي جواثة بالثاء وقد تهمس جوائين والأوران كرا طيب رواه البخاري وأبو داود حديث كان وحل ود للشذي جواز إقامة الجمعة في القرى تولوين كإن صلاة الجمعة لقدت كنيه بل صحابة وحكى سبناطي ابن عمر وكله أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم إنه أرك تشري تدك الدقان ما يلا بيا عليه مكية مدينة ونحية ديقان ككوة حتى ما يلا انتو لباهين وصلاة الجمعة تكرية كما رقب سنشرين طيب الدلالة مركة عام كأه إددك جماعة جمعة كوة تشبين يستمرها دار السفر هاينا دليل بيوتها عمر بن الخطاب نوح ويري سيدنا أبي الشيبة وري كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم يلك استوات شوكتان بجمعات كذا مسألة وحا خلافك قليه حديثك أورانية حديثك علي أورانية لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع شمعة يعيد تولى لقومته كان كره مقالة وين موين ومقالة السوق له وقاضي له لكن واحد ضعيف وقد ضعفه الإمام أحمد رحمه الله تعالى باب التنظيف النظيف انتبه بابيه وقال بجواثة قرية من قرى البحرين أبو داود بسايد باب التنظيف سنظيف انتبه بابيه والتجمول اسقرحنتي للجمعة الجمعة درادي ليس نظيفية ليس قرحي وقصد أي جمعي لو قصدي أو لطاقه بسكينة مع سكينة سيحسلوني كتيرتي والتبكيري كله يستيب أبابيه يود نو دواشا من الإمام قفوا إمامك ودواه ده صففك وراء وقلع عن ابن السلام رضي الله عنه أنه سمع وحب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول السقوال على المنبر منبر كحاله وكنت أجي في يوم الجمعة أو منبر كدوشي سيسقو وكله ما على أحدكم متكين محاكو ضعية عليس كفولة يا وامحي لو اشترى دو سويب سيد الثوبين إلا بمرو اليوم الجمعة مالك الجمعة حرشده سوسو يبسدو سوى ثوب مهنته والله بعض مرأة شقضي هوش ووحر دعانا هين رواه ابن ماجة وأبو داود أنا حديث صحيح وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم مسلم كاستوحى دوشي ساء الغسل ما يرش يوم الجمعة ويلبس وحرانيا من صالح ثيابه لركيسة كأوران وإن كان الله طيب أدوك هديو هايستانا مستمين أدوك أدوكانا وطابانيو اسمارينيا رواه أحمد الإمام أحمد باوري
أصلكيسنا الصحيحين كأيو كتيرا الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى إنه عذيده وأن يمس طيبا أدقوا تابتئن وجدا مرقى حديث كان مسألة كسابة غسل يوم الجمعة يحكم كي سهرين وصمرين والسنية هيبانا لابطي دي اللي دون أي تلمات وأكلوا تلمامة يا مريحة في عان إلا حدا مالك الجمعة وليوم مرقف كوانو مالما كالحرن ومي الكتغة إنو الجمعة وصوحده قفك إنو صوما يدو إسسو أدقوية خلاف لكم تشيروين ليس سوء الدقية يوم الجمعة عين السنة علماء قال كود با يري لكي واتش ماها اجماعنا الصوراري لكن عد واتش بكل شيء كتير واتشرته ابو هريرة وكمدا كان يجب الطيبة يوم الجمعة سوى امر كان قادنا يا ظاهر كيس وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال وحري قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحري لا يغتسلوا مما يدر رجل يوم الجمعة ويتطهر مطهر قاط بما استطاع وحاود من طهرنا ويدهن مصب كذا من دهنه داشق سحك مصب مرصد أو يمص أي ويمص مطابط من طيب بيته قرق سطيب كيال ثم يروح دا ترمطق إلى المسجد ولا يفرق مكة لقية بين اثنين لبا ثم يسلم مت كذا ما كتب لوح لو قري ثم ينصت وما مصلي الإمام إذا تكلم مركو إمامك هذا الكبلاب إلا هدو أرنكاس كيرانا ودعانا ولقى هلانا وفير لوحة لو دافا ما بين الجمعة إنت ودح يسد شمعان إلى الجمعة الأخرى إلا شمعيك للاقي قاعدو إيه التي قبلها سير رواية قائل كوت كوعد وشمعيك هوري كالدنبئي صوص عدم معها رواه أحمد والبخاري رواية أبي داود أو يمس من طيب امرأته أنا دار يسود وجار لاين كإسلانتي سوسك كسو مرسلة رواية حديث كأبي سعيد رواية مسلم ولو من طيب المرأة حلو دليل شنكرع عذر كينا رجيا الدمر وكل الله اللي أتقون بل وجهي ذا كان يرادون عذر الدمر عاد سكمر سنكرت النبي قال عليه الصلاة والسلام لطيب كي أنا دار يسق وهاي سميد سق وجار إنه كإسلانتي سيسك صومر صلاة. أدابتي الجمعة وحكم يدو حديث كان الشيغي وميرا شو اسم ديفين إنه قفكو ناشدو بساس بساسد دو اسك صوى بيو بساستانك ودو قي قفكو إنو مرصدو لبقف إنانو كلادح قلين عدنا آنو ديبين ولم يتخطى أحدا ولم يؤذي عدنا آنو كتل طلابسا دار الضروري كينيسا إن حقه ربنان تاي وحقه رميل بنانو كتيرته ودوني رقاره إيو إن الصلاة دو مشروع تاي مركو صوق لغفكو مالك الجمعة مساجدك إلا وإمامكو صوبحي والإسكتو كان كرا ثم يصلي ما كتب له ولهذا بيع علماتو كسور ريبا واختقا صلاة اللي يسدي ديه مرك يقول راح السبب ده برتكي ده مرسو مالك الجمعة وكسور ريبان وعلى مالك الجمعة يسقى قفكم مركو مساعدك صوّق الله لقى بلعبه إلا يخدم ضد بلعب ما يسوا ويسكتوا كان كراء وأنا السنة مطلقة وقت جارنا لين عدد يترانا عن لين فضل جار رماس أي حديث قلت المام يا واقف كإن لو جدا بدافعه وحكالو حديثكو تلمامي هادالك تشوچنتيسو إني بلاب ميسو مركو إمامكو خطبط بلاب ثم ينصت للإمام إذا تكلم ولهذا وحر المصنفكو فيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام حديثكو وحكو تشيري الدليل تصيري إلا هادلي كارو إنت آنو إمامكو هادلين معنا خطبط آنو بلاب هلا بقى يا داما ومن بركباكو فرستو والإمام يخطب وكحديث كلاه وينزل صعد عيدي هذا الكواح الذي ديه جاربا مركو إمامكو خطبة ديني على خطبة ديو بلاب وعن أبي أيوب رضي الله عنه سمعت وحن مغلي النبي صلى الله عليه وسلم
يقول يسوع لمن اغتسل قف كما يدى يوم الجمعة ومص من طيب أدق وحكم يدى رتابت إن كان عنده عضو حيسته ولبس حد من أحسن ثيابي دركي سكوه وقوان أكسن ثم خرج دبا تربحا وعليه سكينة يدو حسن لو ردوشي ستاي حتى يأتي المسجد إلى مساجدك ويماده وفيركع تكدو إن بدأ له عضي أمقتين وتكدو ولم يؤذي أحد قفنا عن ابن ثم أنصت دبيتنا آموس إذا خرج إمامه إمامكم أركوا صواب هذا الكو بالعبه حتى يصلي إلا تكنيه كانت وحيهاتا كفارة نافد بيوهاتا لما بينها انت أولا حيثت شمعانية وبين الجمعة الأخرى شمعاك لأيت شمعانك والري رواه أحمد حديث كنوا حديثة سي أيوب لمدي هاي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحرم من اغتسل ذنبية الأنافة يا سوى صغائرته كبائرته التوبة وباهين والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ولما بينهم إذا اجتنبت الكبائر سأحديثك لك قيدي وهذه الذنبية وهوين لقد أراده وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحرم من اغتسل قف كما يدى يوم الجمعة غسل الجنابة أي غسلا ما يرشوك غسل الجنابة ما يرشد جنابة أوكلا مركا تشبيه حق كيفية قابك وقابك جنابة اللوغة ما يدي سنها شمعها وما يدى إما حق حكمك غسل الجنابة واتي من ميسا لسكو وافق سي غسل الجمعة نوحاب اللوب بدن يهين والسنة يهين لماذا قارنا وعلا دي وإشارة إلى الجماع في ليلة الجمعة يو هبينك وانا قونية بيها وشع سليضة سيو صبح ونقضو من جنابة كما يدي وحديث كواب ظاهر كيسو غسل الجنابة انتو هبينك جنابة بود بيتنا جنابة كما يدي ويابا تايكو كمي وحاكم إذا من غسل واغتسل حديث قراني غسل إليه المعاني سوحويا يعني أوجب على امرأته الغسل يبقى نسي ميرش كواتبين سيدو كواتبين روى القرنية يعني الصواب يقول نقضي أنا ميرش كواتبت واغتسل يساق رمينا لكن الإمام النووي حوري وضعيف وهو باطل بالتفسير كالنوع عاسيه الحافظ بن حجر با تعليقي ويري ابن قدامة إمام أحمد بارن كاك الشيء تفسير كاس وقد ثبت أيضا عن جماعة من التابعين إنه حديثك على ظاهره هي وحانو القرطبين إنه أنصب الأقوال فلا وجه للدعاء بطلانه أغواشك هو مناسب سنبوي مركا وجه ما الله إلا روا باطل وإن كان الأول أرجح وإن كان الأول أرجح ولعله عانى أنه باطل في المذهب مذهب كودا مركا لا يقو مذهب كودا إنه كهض ليبا لغايا وابولي ثم راح الدبا يتنطقه يعني وقتك هراء في ساعة الأولى سرواية موطع كعد فكأنما قرب وحكد لغايا يمد قربان يستي بدانة نيف قيلو إلهي قدوا يعني تصدق بها متقربا إلى الله صدق دا يستي سوق إلهي قدوا ومن راح قفك التقى في ساعة الثانية سعد اللبات فكأنما قرب إنه الصدقة يستيبه كدقي بقرة النيف الله ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب إنه الصدقة يستيبه كدقي كبشا وان أقراني قيسة له وانوين ومن راح في الساعة الرابعة قفك التقصى عدى أفراد فكأنما قرب إنه قربان يستيبه كدقي دجاجة دقاقة ومن راح قفك التقصى في الساعة الخامسة فكأنما قرب إنه قربان يستيبه الصدقة يستيبه كدقي بيضة بيض فإذا خرج الإمام إمامكم مركو صاب بحامين بركة وصاف ولا حضرت الملائكة ملائكة بأي مادة حق أي مادة مساعد كي صوق لعنو الباب بدي أي تاقنايين أددكو سيوك الهريين أي قريين أي كسو تشيستان خلاص قرست ويستاكتابا مرها ديو خطيبكم من بركة صاف ولا أجر كي كلا هرين تلقوه إليي ألقان سوق رمادا قفقوه جمعوه عالف كيسا كقاد الدونا لكن أجر كي سوق كلا هرين تلقوه إليي سيقول حوال لغا قري ماي يستمعون يقول لغا سريا الذكر وخطبة رواه الجماعة إلا من ماجه
marka xadiidkani isaguna wuxuu tilmaamayaa meedhashada jumcaha iyo inay u dhacdo qaabka meedhashada janaabada oo kale. waxaa kaloo uu dhiirigelinaya xadiidkani in jumcaha hore loo yimaado, qofba qofka uu ka soo horreeyuu ka fadli badan yahay. saacadaha lagu sheegayna si raajixa waa saacadahan caadiga la yaqaano weeye. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحده احضروا الذكر ذكر يماد بمعنى خطبة ديا وادنوا من الإمام إمامك ودوادا فإن الرجل أنك لا يزال كسول ما يتبعد إن إمامك كفو قادو حتى يؤخر إلا لا دبدغو في الجنة وإن دخلها وقلها بوچنة دا إن لقد دبدغو وميل دم ميل هو سكا قلو أي سابتا تاسي رواه أحمد وأبو داود. marka sanadkiisu waa munqatic xadiidkan, laakiin macnaha uu tilmaamay oo macnaha xadiida kale ay tilmaantay oo xuduru dikra dee aayaddaabay lamid tahay ya ayuha aladiina aamanuu idaa nuudiya lisalaati min yowmi aljumca fascau ilaa dikri illah wadnuu min alimaam imaamka in loo dhowaadana dee xadiida tilmaamaysa tabkiirka bakara wabtakara ayaa u daliila iyo xadiida cumuumanba jumca iyo jumca laaanba dhiirigelinaysa in hore loo yimaado taqadamuu waatamuu bi waliyatama bikum man bacdakum iyo xadiida tilmaamaysa dibudhucu inuu dibudhacu dhalo faina rajula laa yazaalu yatabaacad xataa yuakhara fi ljannati wain dakhalaha. baabu fadli yowmi ljumucati maalinka jumcaha fadligiisa uu baabi wadikri saacati lijaabati saacadda ducada la aqbalo sheegisteed uu baabi wafadli salaati salligii fadligiisu uu baab yahay calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay lagu salliyo fiihi maalinka jumcaha lagu salliyo. can abi hurayrata radi waa saddex mas'alo fadliga jumcaha maalinka jumcaha saacatu lijaabada jumcaha ku jirtaa halkay kaga jirtaa iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam in lagu salliyo maalinka jumcaha fadliga ay leedahay. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر خير يوم مالك أخير بدنا طلعت أي صوب حد فيه دحديسة الشمس قرحضه يوم الجمعة ويه فيه مالك دحديسة خلق الله أبوري آدم عليه السلام مالك جمعة النبي آدم العبور وفيه جمعة أيا أدخل لقليي الجنة جنة وفيه جمعة أخرج لك سو صار منها جنة ولا تقوم الساعة قيام دعماء إلا في يوم الجمعة ما لن جمعة مويان رواه مسلم والترمذي وصححه. فضل ما لنك الجمعة أي حديث كان التلمامية ما لن يقول رحي صواب أحد وما لنك وفضل بدني ويهيب رسولك الشيء. وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحر السيد الأيام ما الماء هرمود كود يوم الجمعة وهي وأعظمها maalmaha ka u weyn weeyaan jumcuhu cinda allahi tacaala ilaahay agtiisa waacdamu cinda allaahi ilaahay agtiisa waa mid ka weyn jumcuhu min yowmi alfitri maalinka ciidulfitr wa yowmi ladxa iyo maalinka ciidulaadxa wafiihi khamsu khilaalin shan qodob ayaa jumcaha ku jiro bimacnaa uu la gaar yahay oo maalmaha kale aanay la wadaagin. fiihi maa khalaqa allaahu ilaahay waa abuuray caza wajalla fiihi jumcaha dhexdiisa aadam calayhi salaam وأهبط وادا دجي الله تعالى إلهي كريه فيه جمعة دحديس آدم إلى الأرض دولك أسو دا دجي ودا تشنده حق صاري كتا الله كامر كي تشنده لغا سو صاري با دولك لوسو دا دعي وفيه جمعة دحدي با توفى الله تعالى إلهي وأفصد نفطه وكقبت آدم النبي آدم جمعة دنت وفيه جمعة وحاكو تيرت ساعات وقت كوبا النبي قصر وآدم مسلم كعاد يقللها وقت آدم يرين يبوت المام لا يسأل أن ويدسنا العبد أدونك في هذا الشيء إلا أن شيء كبرين إلا هذا كبرين أتاه الله تعالى إلى واسيا السجى أتاه شيء واسيا الله تعالى إياه قفكاس ما لم يسأل حراما تانو لا حرام ويدس قفكين حرام ويدس توح الصاب نقطة دعاء إلى قبل واي استجاب لأحدكم أو أيما عبد يدعو بدعاء ليس فيها إثم أو قطيعة الرحم وفيه تقوم الساعة الجمعة أي قيام داعية
ما من ملك ما تشير ملك مقرب من الدويو إله ودو ولا سماء سما ما تشير ولا أرض دول ما تشير ولا رياح دبيلة ما تشير ولا جبال بور ما تشير ولا بحر بند ما تشير إلا هن هذه تشيران إياقو يشفقنا ويكبقان من يوم الجمعة وحيو كبقان وحي أغيينو إلهي وغيسي إنو قيامه دعاية هو أحمد وابن ماجة وحديث سند كيسو وحسن يحيى حديث كوح الودي ليشذي تشمعو إنو يهي مالين آدو فضل بضن نبي آدم إن أنت شنادة لقولح أبورين إلى هاي ملك بحسن أنت كوا أبوري ده ترى شنادة للجلي. شمعة إلى كتير تساعة إجابة ساعة قف كالدعاء است إلى سبحانه وتعالى دعاء وكاقبله. ساعة سيادة بواتي. أدب على سوء خلاف ساعة استاي تاي. ساعد مالس كفر إدابة مميد قور قور تبا قوال بضم بيشيغن علماء إلا 40 قولا إلا فرطا قولا ليسوا خلافين حديث مركز ساعد حديد سيقار كمدو على كل شيء وحوري وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه استمع وحو مغلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إساقوا في ساعة الجمعة ساعد الجمعة كتير تيدو عدل أقبل إساقوا له يما بين يجلس الإمام هي إيادو ما بين يجلس الإمام إمام كفريست كيسة أي أولا حيسا يعني وحوش عالم بارو كفريست إلا يقضي الصلاة إلا صلاة دورة ميري رواه مسلم وأبو داود الحديث كان إمام مسلم باوري لكن ومن الحديث التي انتقدت على مسلم إمام مسلم الوقف صدي والإمام الدارقطني كتاب كيسة التتبع والإلزامات وكو ضعيفه يا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة إن لساعة وقت كومبا في الجمعة كتير لا يوافق ما وافق مسلم قف مسلم وحاله يسوي قائما متاقا وياهو يصلي تكريا يسأل الله عز وجل إلهي ويدسره خيرا إلا هدو تيرنا أعطاه الله تعالى إلهي واسيا إياه وارنك إلهي ويدست خيرك إلهي ويدست كي شر ويدست يساق لك أقبل مايو وقال بيده قلنا وحن ليقللها ويريني وزهيدها يعني وقت آدو يركوان وقت قاسو إياه بالتلمامي وحديث كان بموسى وحنون مسلم كتير لكن حديث اللقو قبصد إمام مسلم كميدي والإمام الدارة قلت إن كتاب كيسة التتبع الإلزامات وكو ضعيفي الشيخ مقبل كتاب كانت حقيقينا أرنكا وكو وافقي الإمام النووي شرح مسلم كوا إسكود داي إنو دفاعه لكن ضعف كيس واحد الدفاع كرمه وانقطاع إسكعد بسنة كيسة كتير مخرم ابن بكير يا كورين يا عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشد هو لم يسمع منه أبينا حكى مغل سقاب يري بدي ما سمعت من أبي شيئا أبا حوى كمان مغل قال ما ورن قرادة مسلم عصرة دي بقوة حتى عصرة دي وعدان لتشيرين لتشير وحد دينا يا إنا لحوى كمغل مركاسة دينا اسكو عصر هايان وكل انكودنا وصورتوبه لوران كرا وحويان ملغوصو كراين وحديثة كمغلي لكن هذا يساقي باب الشيء غيرا نحو كمغلي الدرابنا سنة كيسا وكتلا مركوة ضعيف وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة إن ساعة صعدبة في الجمعة كتلا لا يسأل الله تعالى إلهي ما ويدستال عبد أدونك في أرد حدا الشيء إلا هدو ويدستانا أتاه شيء قواسيا إلهي إياه إساقا قالوا حنا يا رسول الله أي ساعة نية وساعة ده قال حين تقام الصلاة أمرك صلاة لا قيمة إلى الانصراف منها إلا صلاة كبحستي للقارية سقروا ضعيف وكثير ابن عبد الله ابن عامر بن عوف بسنة كيس كتير وقد اتفق أئمة الجرح والتعديل على ضعفه إلا أويري شافعي أبو داود إنه ركن من أركان الكذب
تير تيرك بينت كميدة وينكس. كحديث كان هو ضعيف. وايه مسلاه كسب سن ساعة الإجابة إن شاء الله بهلك أسينو كسي ودي درسي قصوا الصعود والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكري. مدوني ساعة عماش ونكسر لمن يكون فضاط فر لي الصنرة. مدوني ساعة حمانتا نفطا لين تكرب توعد كنقو يساري يكون فضاط عرب كاقا حسك إلهيها كقوي نادو. أنا أكون مكثرا من ذكر الله وحضن قطاع قفر ربنا إلهي سبحانه وتعالى حسكيسة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على إصلاح أنفسنا وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.